اليوم يعني طاولتنا راهي مزينة بهاد الورود، يعني جمال وروح هاد الورود مع الضيفة اللي راهي حاضرة معنا اليوم، صانعة وصاحبة محل ورد يعني وصانعة هاد الورود الجميلة سيدة غزالة غزالي، منورتنا في هذا الله الصباح. يخليك، ميرسي انفينيمون سوميا، ميرسي بور لانفيتاسيون. ان شاء الله كل ايامنا تكون ورد. إن شاء الله يا رب. يعني يقول لك هي لغة الورود، يعني لغة عالمية، لغة تترجم، صح يعني كل وردة عندها المعنى تاعها. صح كل وردة تحكي، كل واحدة وردة عندها المعنى تاعها، وكل وردة تبعت كيما نقولوا احنا يا رسالة معينة. يعني ماشي كاع الورود عندهم نفس المعنى، وماشي كاع لي كولور يقدروا بلاك يقولوا نفس الرسالة. نعم سيدة غزالة، فقط نتكلم قليل عن عالم الورود، كيفاش حتى دخلتي لهذا العالم، خاصة أنت اللي تصنعي ربما هذه الورود بنفسك، ما نقولوش تصنعي وإنما تخدميهم بطريقتك الخاصة. صح. والله عالم الورود، يعني أنا نظن شخصيا أنه عالم الورود يقدر يجذب ليه قاع الناس، قاع نحبوا نكون يعني نهديو الورد، قاع نحبوا يهديو لنا الورد، قاع كي نشوفوا الورد نقعدوا هكا نشوفوا نتأملوا جمال الطبيعة، نتأملوا لي كولور، نتأملوا بالك لا كومبوزيسيون تكون مخدومة بطريقة جميلة. بصح يعني كيفاش أنا شخصيا دخلت لهذا الدومين، بوتيتر يعني هي بلوس ماشي على الورد بحد ذاته، مي بلوس كيما ديكور ربما نو كيما تحبيه. المثل اللي قلتيه كي بديتي، نعم على جل الابتسامة نعم يقول لك لما نمنحو لشخص معين وردة. وردة راح نلقى ابتسامة أكيد. سي اكزاكتومون سا، سي الابتسامة تاع لي كليون كي يخرجوا من عندي، سي لا ساتيسفاكسيون. انا نظن انه هذه هي السبب اللي خلاتني وقنعتني انه نغير المسار تاع غير لا المسار. كارير تاعي. وي جو كخوا سي هي الابتسامه، سي الفيدباك تاع، هي لي رياكسيون تاع الزبائن، لي رياكسيون تاع الناس اللي جو، سي الجود فايبس، نعم لورا، نعم سي لينيرجي اللي مدها لنا الورد بوزيتيف. نعم سيدة غزالة، نبقاو دائما في عالم الورد. الورود، نروحو نشوفوك في وي تقارير، كيفاش سيدة غزالة في الورشة ولا في المحل تاعها، كيفاش تقدم هذه الورود بطريقتها الخاصة. نروحو نشوفو يلا مع بعض مشاهدينا وإياكم، نروحو نشوفو هذا التقرير عن الورود للزميلة المتألقة مريم مايزين نتابع. في ورشة حب باقات تعددت ورودها وتصاميمها بأياد تفردت في الإتقان، ديكور مستوحى من سحر الطبيعة، جمال وتناسق تميزت به إبداعات غزالة في لمسة خاصة. بخفة ودقة غزال الريم تنتقي غزالة ورودا وأزهارا تشيع ألوانها نورا، تسنيمها مسك يبعث على النفس قوة تزيل عنها ترسبات الدهر، حرفة تتداخل فيها الأدوات والخطوات لتضم حزمة من أجمل النباتات. رونق الزهرة وحاسة غزالة تجسدت في أجمل الباقات لتغوص في تفاصيل الوردة بفلسفة لا تفهمها إلا باحثة عن الجودة. ألوان تتدرج وأياد تنتج بسحرها إبداعاً من عبق الطبيعة. رجعنا لكم مشاهدينا، يعني السيدة غزالة شفناك في الورشة تاعك كنت تصنعي الورود بطريقتك الخاصة، وربما أيضا سيدتي أنت طورتيها، ما قعدتيش فقط منحصرة ربما في باقة ورود وإنما حتى اشتغلتي في الحفلات والمناسبات. دونك وي سي فغي، احنا يعني الهدف تاعنا الاهم والاول في حب اتولي ان نرجعوا ثقافه الورد والزهور للعائلات الجزائريه وكاع الاجيال، يعني مش غير الجيل تاع
مي بارون ولا فو بارون ولا اللي نعرفوهم لونسيان جينيراسيون مادا بينا كو لا نوفيل جينيراسيون اوسي يكون عندها علاقه يعني سبيسيال مع الورد والطبيعه اوسي وكان في تفاعل يعني ما نكذبوش انه كاين ثاني بعض العائلات ولا بعض الناس اللي مازال عندهم هذيك الثقافه اللي بيها وهما خلونا انه نكبروا نخرجوا من باقه الورد نروحوا لي كومبوزيسيون فلورال كيما في لي فاز نروحوا دو فير دو كومبوزيسيون بالك كاين الناس اللي يتقبلوا تو سكي بالك حاجه اللي تكون خارجه على العاده اللي موالفين نشوفوها اي وي العراس والافراح وكاع المناسبات ماذا بينا كو لوندرو اللي نديرو فيه الفرح تاعنا يكون مزين بالورد يكون شباب اكزاكتومون نعم. ويكون هو ثاني عبر على غزالة يعني بعيدا عن عالم الورود ربما عرفناك وين شاركتي او وين كنتي من بين الفريق التقني في مسلسل الخاوة مع المخرج مديح بالعيد كنتي مساعدة مخرج صح. ربما نعم صح. اليوم جبتنا لك الحصري صح الحبيب شوفوا فليس نعم احكي لنا كيفاش عشت تجربتك هذه يعني والله قبل ما نلحق للورود كان عندي الحمد لله يعني الحمد لله كان عندي اون اكسبيريونس اللي نعتز بها ونفتخر بها في الاوديو فيزويل يعني وراء او يعني كي يقولوا حنايا قدام ولا مور وراء الكاميرا اكزاكتو نعم. جنود الخفاء يعني جنود الخفاء صح كنت في لابخود يعني عندي 8 سنين بالك 5 سنين الله يسلمك الخمس سنين الاولين كانوا في كل ما يخص برودكسيون بيبليسيتير شورت موفيز دونك سيتي بلوس لا بيبليسيتي في الاشهار وما ذلك مع لي بواط بليزيور بواط مختلفه ابخي دخلت في كوم بارازار يعني ما كانتش في الحسبان ما كانتش بروغرامي ما كان يعني ما درنا لها ما وجدنا لها ما غير جيتو عالم السينما عالم السينما مع بالعيد مخرج مديح بالعيد عزيز عليا بزاف بزاف اللي نوجه له التحيه ان شاء الله يكون يشوف فينا اوسي بوركوا با وي كانت عندي اكسبيريونس هايله معاه وكيما نقولوا ستيب باي ستيب بدات ما بديتش ديريكتومون اسيستون رياليزاسيون اكزاكتومون بديت غير بالعقل درجه بدرجه درجه بدرجه وانا يعني ميم في الخدمه ولا في الدومين ارتستيك لا باسيونس الي لا تسمى صبوره وما عندي حتى مشكل نبدا بالعقل اي ستيب باي ستيب غزاله اذا شفناك في لا بلاتفورم باب تي في كانت عندك فقره الجمال والموضه صح نعم صح كلمينا شويه عليها يعني تجارب ولا سينما صح يعني حتى تنشيط تنشيط سينما شوفي لا برود و تو سكي سينما وجنود الخفاء سيتي من القلب سيتي كيما نقولوا حنايا الخدمه اللي درتها من قلبي كي تحسي روحك باللي انتي تساهمي باش بالك تسقمي اون سيغتان كاليتي ولا تسقمي حاجه ولا تقدري يكون عندك انت الامكانيات انك تسقمي حاجه ديريها من قلبك يعني كيما نقولوا حنايا تعطي بروحك وبقلبك وتخدمي الحاجه وما ترقديش وكاع على بالنا وشنو هما الصعوبات نعم. العمل وفي التنشيط او ميم طون باسكو بديت نخدم في لابواد دو برود بلوتو قبل ما نبدا ندخل في لافاك قبل ما نكمل نقرا دونك او ميم طون كنت نقرا ولا بواد دو برود او ميم طون جو في جورناليزم اي وليت اوسي جو في ندير لي دو يعني كيما نقولوا حنا اكزاكتومون اثنين مع بعض والحمد لله كان في الفقرة تاعك يعني فقرة جمال وموضة انت ربما ابدعتي فيها لما كنت عارضة ازياء بالك ابدعتي فيها اكثر بالك بالك ابدعت اكثر بالك كي كنت تاني تجربة عرض عروض الازياء اللي جازت عليا في حياتي خلتني جما انتيغيس نكون بالك اكثر انتيغيسي للموضة والجمال ولي توندونس وميزاجور واش كاين واش ما كانش واش لازم نلبس واش ما لازمش بليس في الكونسي فهمتيني ودائما مع تو سكي عنده علاقه بالمراه المراه لازم تكون شابه لازم تكون فريش ولازم تكون دائما انيقه ولازم تكون دائما طبيعيه خاصه طبيعيه دائما ما نروحوش في الاوفر وباب تي في عطاتني لا شونس اني جو ميكسبريم وان شاء الله نكون فت ان شاء الله المراه طيب غزاله قولي لي انت ربما سافرتي للخارج باش ربما تبدعي في هذا المجال ولكن عاودتي رجعتي للجزائر وعلاش حبيتي تخلي البصمه تاعك في الجزائر بزاف معلومات اللي ما كانش يعني اللي محصري جبنا لك حصري لي حصري لي غزاله
حصري والله 100% حصري على الوطنية، واحد ما يكذبش. نعم، نحييو ريم العجال سكريبت تاعنا، هي اللي راهي توشوش فيا. نحيوها نحيوها، راكي تحية خاصة لك. ولا شوفي كيما نقول، واش راكي حبتني نقول لك؟ لا فيغيتي، لا فيغيتي انه انا لقيتي شرحتك تما، حبيتي تخلي البصمة تاعك في الجزائر، وعلاش؟ انا نموت على الجزائر. نموت مالغري عندي علاقات بالعالم الخارجي مباشرة، ايه، وبالك كانت سهلة عليا انه نروح ونقول ايه سي فغي، مي الجزائر اللي كاين يحب يخدم يخدم هنا في الجزائر، اللي يحب ينجح ينجح هنا في الجزائر، اللي يدير دراهم ويدير كارير هنا في الجزائر. ايفو باس مونسيغ، احنا فخورين يعني انه عندنا غزاله من غزالات الجزائر. اكيد فخورين، ماشي غير بغزاله ولا غزالات الجزائر، فخورين بكل مراه جزائريه اللي تحب تقعد في بلادها وتحب تحقق نجاحها في بلادها. تستغل موهبه حتى تاعها، ربما موهبه عمل معين في البلد تاعها. اكزاكتومون، بالك ما عندناش ليكسبيريونس باش نكونوا حنايا هما يعني افضل في الدومين تاعنا، بصح ايه وراهو العيب تروحي تتعلمي لهيه وتقراي لهيه وتجيبي كاع ليكسبيريونس وتطلعي لو نيفو وتتعلمي يعني كي يقولوا حنايا تسقمي روحك وتحاولي تولي وتخلي النجاح تاعك يكون في البلاد. نعم، نعاود نولي الى عالم الورود وعالم الزهور. نعم. يعني للزهور لغه تعبيريه خاصه، فقط حكي لنا على هاد الباقه اللي جبتيها لنا اليوم، البلاتو. Alors, هاد لا كومبوزيسيون سي اون كومبوزيسيون فيها لي فلور سيشي. لي فلور سيشي هو الورد المجفف اللي انا نجفو شخصيا عندي في لاتوليي. يعني تشري ورد طبيعي، نشري ورد طبيعي اوليو ما زعما الورد عنده اون دوري دو في، عنده مده يعيشها، ما تقدريش تستعمليه مور هذيك المده، اذا استعملتيه راح يكون فاني، راح يكون ميت متبال، لا كولور تاعو بالك تروح، ما يشدش ما تقدريش تبيعيه اون بليس باسكو سا سوي با. دونك انا pour recycler pour ne rien jeter باش ما نرمي والو باش ما نبدر والو، حتى تعملي يعني رسكالات الورود. اكزاكتومون، رسكالات الورود، لقيت طريقه اللي تقدر انه جو غارد نخلي عندي الورد تاعي قبل ما يموت بيومين، جو لو سيش دون ان اندروا، جو لو في سيشي دون ان اندروا بيان بريسي افيك اون تومبيراتور بيان بريسيز، et généralement نخدم بهم tout ce qui est accessoire composition et même dernièrement رانا نديرو بهم des décorations magnifiques vraiment très sympathique. Donc هاد la composition c'est une composition avec des fleurs séchées avec عندنا فيها الميموزا جيبسوفيل coloré et les pompas bien sûr اللي مدو plus de volume. الوان ربما خارجيه، تذكرنا بالريف، الريف لي بومبا نشوفهم جينيرالمون في لو شان، لي كولور دوس اون تو ليك كاع يعني الورد كي نشفوه راح الورد اللون تاعو يتغير. ولازم حنايا يعني نماريوه مع الوان اللي تكون في نفس لا باليت دو كولور. نعاودو نولو من اكسبيريونس تاع الفاشن والجمال، سي لا ميم شوز. يعني فادتك التجربة تاعك من خلال تصميم الديكور يعني هاد الباقة. كيفاش نسقي الألوان في اللبس ولا في الورد؟ نفس الشيء. لغة الألوان وكل لون وش يعني؟ نفس الشيء. شخصيات، طبيعة، شغل تخدمي مع الإنسان، تعطي له لي كونساي كيفاش يلبس وش يلبس وشنو هما لي كولور يخرجوا عليه، السمرة، البيضة، يعني كاع الألوان يكون عندك تاني لو جو ولا لا فاسون كيفاش تقدري ديري لا ميم شوز افيك دي فلور اللي هما تاني اتر فيفون. سما سي لا ميم شوز. حتى من خلال الورشة تاعك حب اتولي. حب اتولي، نعم. ورشة حب. ورشة حب، سي اكزاكتومون سا. نعم. وعلاش؟ وعلاش؟ جو مو دي، قلت في راسي باللي الورد هي الهدية الوحيدة الوحيدة جو بريسيز اللي نهديوها افيك امور بحب. ما نقدوش نكونوا ايبوكريت في الورد، بنادم ما تحبيهش ولا بنادم ما يلحقلكش في قلبك وردة. تشري له حاجه واحده اخرى، ما تقدريش تشري له الورد. تسمى الورد اذا الام اذا الاخ اذا الاخت حتى يعني غزاله سمحي لي فقط الحبيب او الحبيبه سمحي لي فقط يعني هي هديه ذات قيمه عاليه يعني عاليه جدا عاليه جدا. نقول واحد كي يجيب لنا الورد يعني كما قلتي لي صح يحبنا يحبك من القلب، يعني تكون نيته صافيه ويكون حبه يعني طبيعي 100% ويحبك من قلبه سينو ما يجيبلكش الورد. وحب اتوليي يعني نقدروا ندو الورد بحب لكل الناس ماشي غير الحبيبه والحبيبه. والازهار يعني نقدروا نقولوا هي طبيعه صامته نابضه. والالوان اون بليس عبالك عندهم جود مود، عندهم فايبس اللي بعتوهم
انكرويابل. لازم تجي عندي لاتولي وتحسي بالفايس باش تكونفيرمي لهم ان شاء الله. والله لما شفت كاني عشت يعني كاني جيت الورشه، ولكن اكيد اكيد راح نزور الورشه تاعك ورشه حب اتولي. قولي لنا فقط كيفاش هو يتم التواصل مع نقدروا نقولوا مع الزبائن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لانه نقدروا نقولوا انت عندك صفحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حب اتولي. كيف التواصل؟ هي شوفي احنا التواصل الواحد في قالي بيزنس لازم يكون اجور، تسمى لازم يكون ابديت اكزاكتومون. دوكا لحقنا الوقت وين مواقع التواصل الاجتماعي هما اللي يكونوا ليماج تاعك انتيا، وهما اللي حيبينوا خدمتك، وهما اللي حيكونوا همزه توصل بينك وبين الزبائن ديالك. دونك وي لازم يكون عندك مواقع التواصل الاجتماعي، هو يسهل لك لا كوميونيكاسيون. مي نقعدوا دائما في الطريقه التقليديه اللي هي بوشا وغي سي لا ميور. الناس كاين عندي بزاف عباد يجوزوا عندي في الحومه هكاك قدام الورشه ويقول لك حب اتولي ما دخلنا باش نشوفوا برك وشنو هذا حب اتولي. سي لا كيوريوزيتي، الناس تجي تحب تعرف. حتى غزاله فقط نقدر نقولوا انه طريقه اختلفت، طريقه تقديم الباقه تاع الورود سواء يعني كانت باقه ام هكا يعني جبتيها لنا بهذه المكونات، يعني نقدر نقولوا اختلفت من الماضي الى الحاضر. نشوفوا باقات يعني عصريه مخلطه، بالك ما فيهاش غير الورد، فيها كيلكو كادو، كاين باغفوا نزيدوا فيهم لو شوكولا، باغفوا إضافات على حسب الزبون يعني. على حسب الزبون وعلى حسب الإنسان اللي راح يديله الزبون، باسكو سي فريمون غار اللي يجي زبون يشري روحه. زي ما جينيرالمون كاع الزبون يجي يشري الإنسان واحد آخر باش يهديه الإنسان، يا فرحه يا زيادة يا. بالنسبة للأسعار يعني غزالة، هي في متناول الجميع ولا على حسب طلبات الزبون؟ ولا مثلا يجي يقول لك عندي يعني عندي مبلغ معين حاب تخدمي لي على أساس هذا المبلغ؟ سي إكزاكتومون صح، هي ماشي الزبون اللي هو يجي عندك يقول لك، مي أنا دايرة يعني اون ميثود اللي نخدم بها عندي في لاتولي. كي يجي واحد يسقسيك لي بخي انديفيديوال يعني كل ورده والبخي تاعها، وكي يجي عندك واحد اخر انا اللي نسقسيه لمن كيفاش وعلاش كيفاش عامل عليه. سؤال لمن جدا جدا هذا السؤال، وسورتو يعني طبيعه العلاقه بين الزبون والانسان اللي حيهديه الورد. نعم تسمى هذه المعلومات مهمه بزاف ليا. اي باغابوغ الاسعار مالوغوزمون الورده الزهر والورد اللوكال يعني الجزائري مش محلي. متوفر محلي مش متوفر على طول العام. تسمى نلحقوا وين نكونوا دي بيريود لازم نشريو من لامبورتاسيون، ويكون ربما السعر مرتفع. اسعار مرتفعه جدا باغابوغ للاسعار اللي عندنا في اللوكال. دونك حنا ماذا بينا انه يكون الورد المحلي اكثر ويكون من يعني متوفر بكثره باش نقدروا نرديو يعني اكزاكتومون. اللي يحب الورد المحلي عنده لي بخي اللي يقدر لهم، واللي يحب الورد اللي نستوردوه من الخارج عنده ثاني، ونكونوا في متناول الجميع. غزاله اليوم من بلاطو صباح الوطنيه حبينا نقولوا لك نوجهوا لك عيد ميلاد سعيد، وكاين شخص حب يوجه لك ايضا يقول لك عيد ميلاد سعيد. ميمين يقول لك عيد ميلاد سعيد عقبال 100 سنه. الله يخليك ميرسي انفينيمون، سي فريمون جونتي. اي ميمين جيسبر كيل فا ميو، جيسبر كيل فا ميو. ان شاء الله كل ايامك حب وورود يعني. ان شاء الله كل ايامنا حب وكل ايامنا ورد وسعاده، وان شاء الله هي ربي يجيب الخير يعني امنيه اللي تقدر تكون عند كل واحد فينا، انه ربي يجيب الخير ان شاء الله وتزدهر الجزائر بشعبها ان شاء الله. ان شاء الله. وايضا اللي صادف عيد ميلادك عيد ميلاد زوجي ايضا نقول له ربي يخليك ليا وكل عام وهو بخير. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ليك وليه. انا يديتها نعم ليك وليه. نعم في الاخير سيده غزاله غزالي نشكرك على حضورك معنا اليوم، يعني انت ورده وجبتي لنا هذه الورود. كلمه في الاخير كي حابه توجهيها. Merci déjà infiniment pour l'invitation Soumia. Vous êtes adorable. الله يخليك الله يخليك. Et merci infiniment قناة الوطنية. إن شاء الله كل النجاح والازدهار، وعام إن شاء الله يكون عام خير. مازلنا في جونفي، عام خير علينا وعلى كل الشعب الجزائري. في الخير. شتينا الورود إن شاء الله في الخير. ان شاء الله يا ربي. نعم ودار دارك طبعا قناة وطنية تفتح أبوابها. الله يخليك. طبعا نورتينا اليوم. الله يخليك. شكرا.